بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن من دولة الإمارات، كنت أعاني من مرض الكرون. هذا مرض مزمن، كنت سويت تحاليل فحوصات وايد وعمليات كثيرة بخصوص الكرون. طبعا بعدين شخص الكرون في أبو ظبي، أعطوني كورتيزون، أعطوني أدوية كثيرة، فما منها فايدة. كملت 10 سنين، أكثر من 10 سنين أنا أتعالج في مستشفيات الدولة، ما شيء أي فايدة. رحت تايلند ما شيء فايدة، رحت ألمانيا نفس العلاج، هو بنتاسة ولا كورتيزون ولا أدوية. الحمد لله الحين حاليا الحمد لله أنا أحسن من سويت حجامة. حسيت حالتي فرق وايد، الآلام خفت تقريبا 90%، الدم الحمد لله وايد وايد زين. قبل كان فقر الدم، الحين وايد أحسن. عند الإسهال قل الإسهال تقريبا 70%، الانتفاخات خفت، البراز وايد أحسن من قبل. الحمد لله كل هذا الحجامة. عند دكتور عياد الحمد لله، مركز العلاج. عند دكتور مركز العلاء عيال مركز العلاء عند دكتور عبد الناصر. نسأل الله لك الشفاء والعافية بإذن الله الله. إن شاء يسلمك. الله.